Yeah, doctor, you can start. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتورة إيناس القدسي من كلية القانون جامعة أبو ظبي. أرسل لكم تحيات سعادة العميد دكتور هاني دويدار. موضوعنا إن شاء الله اليوم حيكون عن التنظيم القانوني لحقوق الطلاب والتزاماتهم داخل البيئة التعليمية. طبعا بداية حنقسم الموضوع على جزئين، سنتطرق في الجزء الأول للوائح والقواعد القانونية التي تحكم الطلاب في داخل البيئة التعليمية، ومن ثم ننتقل إلى أهم الحقوق الممنوحة للطالب داخل البيئة التعليمية وأهم الالتزامات التي تقع على عاتق هذا الطالب. سنبدأ أولاً بالأحكام المنظمة للسلوك الطلابي في البيئة التعليمية. سنلقي الضوء نوعاً ما على بعض المصطلحات التي ستكون معنا والتي تضمنتها اللائحة. لفظ السلوك، ماذا نعني بالسلوك بالنسبة للطالب؟ هو كل قول أو فعل أو ممارسة يصدر من خلال هذا الطالب من خلال التفاعل في البيئة التعليمية المحيطة به. طبعا السلوك اللي عالجته اللائحة التنفيذية أو القوانين الصادرة في الدولة عالجت نوعين من أنواع هذه السلوكيات. السلوك المتميز هو السلوك الذي يفوق التوقعات ويكون ضمن المحاور الثلاثة التي سنعرج عليها لاحقا. أما عن السلوك الإيجابي فهو السلوك الطبيعي المتوقع من الطالب والذي يتسق مع الأهداف والقيم واللوائح والنظم التربوية والأعراف السائدة في المجتمع التعليمي. سنتطرق لاحقا بعد تعريف السلوك المتميز والسلوك الإيجابي للمخالفات، هذه المخالفات التي من شأن أي طالب أن يرتكبها وسنعرج عليها أيضا، ونسبة العقوبة التي سيتحملها الطالب وآلية التدرج في هذه العقوبات. يقصد بالمخالفة أي تصرف يقوم به الطالب وبالطبيعي أنه لا يتسق مع السلوك الإيجابي المتوقع، وبالتالي سيترك الأثر الكبير على نفسه وعلى البيئة التعليمية المحيطة به أو التي يعيش فيها. طبعا أهداف اللائحة، أكيد أي لائحة ستصدر لتلزم الطلاب أكيد حيكون لها أهداف جدا قيمة. أولا الإسهام في تعزيز القيم الجوهرية لمجتمع دولة الإمارات، بناء السلوك الإيجابي لدى طلبة داخل المجتمع المدرسي، الارتقاء بالسلوكيات الإيجابية والمتميزة وتكرارها على نحو منتظم مستمر. الهدف الرئيسي من خلال الارتقاء بهذه السلوكيات بالطبع تعزيز مبادئ التشجيع والرعاية في كل الأوقات للطالب، تحديد معالم المسؤولية المجتمعية المشتركة، وذلك من خلال توضيح أدوار ومسؤوليات كل المعنيين بالشأن التربوي من بيت الطالب وأيضا في المدرسة، وآلية التعامل مع بقية الطلاب، آلية التعامل من الطالب نحو معلمه وهكذا. تحقيق التكاملية في الأدوار والمسؤوليات داخل المجتمع المدرسي بما يضمن تطبيق لائحة إدارة سلوك الطلبة أكيد بشكل واضح ومرن وعادل. أيضا تعزيز مبدأ التنشئة المتكاملة القائم على تكافؤ وتناغم الجوانب المعرفية والشخصية والاجتماعية المكونة لسمات كل متعلم. تعريف الطلبة، تعريف أولياء الأمور بحقوقهم بواجباتهم، أكيد اللائحة أبدا لن تتجاهل ما هي الحقوق التي يتم منحها للطالب، ما هي الالتزامات التي تقع عليه حال وقوع أي مخالفة لأي التزام من هذه الالتزامات، بالطبيعي ستندرج تحت مخالفة وبالتالي له عقوبة التي سنتطرق لها لاحقا. توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب الاحتكام إليها واتخاذها للتعامل مع سلوكيات الطلبة، إعادة تأهيل الطلبة سلوكيا وتربويا من خلال خدمات وبرامج تأهيلية تلازم احتياجاتهم السلوكية، وبالتالي لكي المجتمع المدرسي. حنلاحظ لاحقا انه في بعض الامور من الممكن انه الطالب تبدر منه اكيد
حيكون معينه عاش فيها، حنشوف شو البيئه التعليميه حتوفر لهؤلاء الطلاب، كيف حتخدمهم عشان نرجع احنا نقدر ندمجهم وندخلهم بالمجتمع مره اخرى. طبعا وفق ما ورد باللائحه انه درجات السلوك حتكون يعني طبعا 100 بيرس سلوك إيجابي، هدول ال 20% حيكون على حسب التطور الشخصي، تقدير قيم الإسلام واحترام هوية والتراث وثقافة دولة الإمارات وثقافات العالم، المسؤولية الاجتماعية ومهارات القيادة والابتكار. 80% كسلوك إيجابي، هذا اللي هو السلوك المتوقع من أي طالب، وتتأثر سلبا بالحسم حسب درجة السلوك والمخالفات. هذه حنعالجها من خلال اللائحة ضمن 4 فئات: مخالفات درجة أولى بسيطة بوزن 4 درجات لكل مخالفة منها، مخالفات درجة ثانية حتكون متوسطة الخطورة حيكون وزن 8 درجات لكل مخالفة تندرج تحت متوسطة الخطورة، مخالفات الدرجة الثالثة خطيرة وبالتالي الدرجات تبعتها اللي حتنحسم من هذا الطالب أكيد حتكون أعلى وبالتالي حسم 12 درجة عن كل طالب. مخالفات الدرجة الرابعة وهي شديدة الخطورة حيكون 40 درجة. طبعا سنتطرق لهذه نوعية المخالفات اللي اللائحة يعني رتبتها، انه هاي مخالفه بسيطه، هاي متوسطه الخطوره، هاي خطير يعني وسط، هاي شديده الخطوره، سنتطرق لهم. بالبدايه حنشوف ال 20% تبعون السلوك المتميز، طبعا احنا كيف بدنا نقيمهم؟ اكيد وفق معايير معينه. طيب المعيار هذا كيف احنا حيظهر لنا في الواقع؟ اكيد من خلال مؤشرات معينه هي اللي حتورجينا انه فعليا هذا الطالب او يعني بدر منه سلوك متميز، حنشوف كيف اللائحه نظمتها. طبعا المعيار الأول للطالب الذي يسلك سلوك متميز يظهر أكيد من خلال مواقفه، سلوكه، حسه العالي من المسؤولية، الانضباط على نحو دائم. شو هو المؤشر اللي حيورجينا إنه فعليا هو التزم بهذا المعيار؟ الالتزام بالنظم واللوائح المدرسية داخل الفصل والمدرسة وخلال نشاطات المدرسة الخارجية على نحو دائم ومستمر. أيضا الطالب سيظهر كمعيار أنماطا من سلوكيات العمل التعاوني مع زملائه، مع معلمي إدارة المدرسة، أكيد حتلاحظ من خلال ماذا، شو هي المؤشرات اللي حتورجينا أنه فعليا التزم هذا الطالب ولديه أنماط سلوكية وعمل تعاوني وإيجابي والعمل بروح الفريق داخل المدرسة، من خلال احترام مشاعر أقرانه، بيراعي احتياجاتهم، بيقدم المساعدة لهم على نحو دائم، يبادر لتشجيع الآخرين على التعاون والتآزر، لو في إشكالية معينة ما بين زملائه أكيد حيكون مبادر لتقديم حلول لهذه الإشكاليات. طبعا العمل دائما عنده حيكون بروح الفريق الواحد. أيضا كمعيار آخر الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وهو من المعايير المهمة. كيف إحنا حنلاحظ ما هو المؤشر؟ أكيد من خلال مظهره، نظافة جسده، لباسه، يعني يظهر وعيا واضحا بأهمية الغذاء السليم في اختياره، ممارسته للرياضة. أيضا كمعيار أنه الطالب يلتزم بالحضور، المواظبة على الدروس، ما في غياب، الالتزام بالمواعيد، بيلتزم ببدء الدوام، بدء محاضراته إلى نهاية دوامه. طيب كيف إحنا حنلاحظ شو هو المعيار أمامنا؟ الاتندنس، الحضور تبعه، نسبة حضوره لا تقل عن 98% دائما، يعني أكيد إلا ما حيكون عنده ظرف طارئ بغياب، ولكن إحنا ما بناخده هذا كمعيار. طالما عنده 98% حضور التزام، إذا هذا الطالب له يعني يتميز بحس عالي بالالتزام. أيضا كمعيار وهو مهم أيضا اللي هو تقدير قيم الإسلام واحترام هوية وتراث وثقافة دولة الإمارات وثقافات العالم. أيضا ما هو المعايير التي وضعها المشرع الإماراتي حينما وضع هذا المحور؟ قال لك إنه الطالب هذا حيظهر فهم وتقدير عالي لقيم الإسلام في دولة الإمارات، وحيظهر هذا من خلال
السلوك اليومي لهذا الطالب، شو هي المؤشرات اللي وضعتها اللائحة، التزام هذا الطالب بالصدق، الأمانة، حسن الخلق. طبعا هذا حيكون بشهادة من؟ بشهادة أقرانه، زملائه، بشهادة إدارة المدرسة، كل الوسط المحيط بهذا الطالب. حيظهر أكيد من خلال مواقفه تسامحه في سلوكه، من خلال أكثر من موقف يحسن، عنده حس للإصناط لغيره، مش دائما هو المبادر إنه هو دائما يتكلم، لا، حس الإصناط أيضا مهم بالنسبة لهذا الطالب. أيضا يحترم هوية وتراث وثقافة الدولة، كيف؟ من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية الهادفة اللي بتكون تهدف بشكل كبير إلى تعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية. طيب، أيضا من ضمن المحاور المسؤولية الاجتماعية ومهارات القيادة والابتكار، الطالب دائما يبادر بالمشاركة الفعالة في الأنشطة الاجتماعية الهادفة، بيشارك بأي احتفالات طوال العام الدراسي، دائما مبادر للتقدم لأي احتفال، يشارك أي أنشطة لمجلس الطلبة، فرق أعمال تطوعية، مبادرات مدرسية، دائما مبادر. هذا طبعا سلوك متميز، أكيد هو حيكون بيختلف عن السلوك الإيجابي. يتميز بالاستقلالية، مبادر، مشاريع ذات فائدة اجتماعية بيدخل فيها هذا الطالب، أكيد دائما مبادر لإيجاد حلول إبداعية مبتكرة من أجل تحقيق الصالح العام داخل مجتمعه المدرسي. طبعا هذا الطالب يتحلى بأخلاقيات عمل متميزة، يعني يظهر ذلك، يظهر عليه مستوى عالي، فبالتالي أكيد حيصنف هذا السلوك من ضمن السلوك المتميز. هذه هي 20% اللي تبعت الطالب المتميز. طيب تعالوا نشوف اللي هي مخالفات السلوك. هاي المخالفات بتنقسم زي ما حكينا في البداية في المقدمة إلى 4 مستويات حسب الدرجة تبعتها، قديش الحسم، نسبة حسم الدرجات منه وشدة الخطورة. وطبعا أكيد المشرع أعطاني عدد من المخالفات، قال لي هاي المخالفة تصنف مستوى أول، تصنف مستوى ثاني، مستوى ثالث، وهكذا. وأكيد في أنظمة معينة ونماذج معتمدة من قبل الوزارة يجب الالتزام بها من قبل المدرسة تجاه هؤلاء الطلاب. مخالفات الدرجة الأولى اللي هي البسيطة، اللي هي أبسط هذه المخالفات، عدد كبير من المخالفات سنتكلم عن بعض منها، مثلا التأخر عن الدوام الرسمي، إنه يطلع يعدي الصف ويطلع بدون ما يستأذن، ما يلتزمش بالزي المدرسي، ما يحضرش الكتب والأدوات المدرسية، ما يلتزمش بالواجبات الموكولة إليه، التكليفات اللي مطلوبة منه، يحاول يجيب وسائل الاتصال. احنا عارفين الآن الطلاب يعني إدمان عندهم موضوع اللي هو الجوالات واصطحابها على المدرسة، مما بالتالي حيؤدي إلى تشتت هذا الطالب. أيضا هذه تعتبر إذا وجد مع الطالب ستعتبر هذه مخالفة درجة أولى وسيتم حسم 4 درجات منه. هذه عدد من المخالفات. أما بالنسبة لمخالفات الدرجة الثانية اللي هي كدرجة متوسطة الخطورة، طبعا 8 درجات لأي مخالفة. عدد من هذه المخالفات إذا كرر مخالفة من تبعون الدرجة الأولى اللي عددنا بعض منهم، تكرار هذه الإخلال بالالتزام من قبله سيؤدي إلى تشديد العقوبة عليه وحسم 8 درجات من هذا الطالب، مع عدد أيضا من المخالفات، الخروج من المدرسة، الهروب منها، الكتابة على جدران المدرسة، المحاولة تخريب للأثاث المدرسي، تصوير وحيازة ونشر وتداول صور العاملين بالمدرسة، هذه تندرج أيضا متوسطة الخطورة، الإساءات اللفظية، التدخين داخل الحرم الجامعي، وكل هذه بعض من هذه المخالفات اللي تصنف بأنها متوسطة الخطورة.
حنروح لمخالفات الدرجة الرابعة اللي هي شديدة الخطورة، اللي هي عليها 20 درجة لارتكاب أي مخالفة منها. حال تكرار إحدى مخالفات اللي هي الدرجة الثالثة، جلب أسلحة نارية، أسلحة بيضاء اللي هي السكاكين وما إلى ذلك اللي تصنف تحت بند سلاح أبيض، الاعتداء الجنسي داخل المدرسة، الاعتداء الجسدي، تسريب أسئلة امتحانات، التسبب في إشعال حرائق، وغير ذلك من المخالفات التي صنفتها اللائحة بأنها شديدة الخطورة، من شأنها أن يتعرض الطالب لحسم 20 درجة من هذه إذا ارتكب أحد المخالفات. طيب كيف إحنا بدنا نتعامل مع هذه المخالفات؟ شو هي الإجراءات اللي محددة اللي يجب أن يتم الالتزام بها؟ مخالفات الدرجة الأولى، تنبيه شفوي، بننبه الطالب تنبيه شفوي إذا ارتكب أحد المخالفات اللي تصنف إنها مخالفة بسيطة. إذا كرر مرة لهذه المخالفة حينفتح ملف وتتوثق هاي المخالفة، بالأول كانت شفوي وعابرة، لكن إذا تكرر سيتم تسجيلها في ملف وسيتم إبلاغ ولي الأمر بشكل خطي. حال التكرار الثاني حينحسم نصف الدرجة واستدعاء ولي الأمر وإصدار إنذار خطي أول لولي الأمر. إذا تكرار ثالث أكيد حتتشدد العقوبة، حيستدعوا الآن بشكل رسمي ولي الأمر وإنذار خطي نهائي، الإنذار الأخير حيتم حسم درجة المخالفة بشكل كامل اللي هي 4 درجات، وحتتحول هذه المخالفة إذا صار فيها مكرر يعني تكرار للمرة الثالثة، بالتالي سيتم تحويل هذه المخالفة للدرجة الثانية. طيب إجراءات التعامل مع المخالفات اللي هي الدرجة الثانية اللي هي متوسطة الخطورة اللي هي 8 درجات، حال ارتكابها سيتم استدعاء ولي الأمر وتوقيع ولي الأمر والطالب على التعهد بأنه ما يكرر هاي المخالفة مرة ثانية، وبيخصموا نص الدرجة مش 8 4. تمام. طيب كرر المخالفة مرة ثانية، شو هي العقوبة اللي حددتها اللائحة؟ هيحسم الدرجة بالكامل 8 درجات، ويوقع الطالب ولي الأمر على الإنذار ويوقفوه عن العمل عن المجيء إلى المدرسة 3 أيام. إيقاف الطالب من يوم لثلاث أيام في المدرسة مع تكليفه بجميع الواجبات والإنذار النهائي، هذا إذا بدر منه تكرار تاني للمخالفة. حال التكرار الثالث اللائحة قالت لازم ينتقل الطالب إلى شعبة أخرى، يعني ينقلوه من صف لصف تاني ويدرس الحالة من قبل المرشد الأكاديمي، إنه أكيد هذا الطالب عنده إشي مش طبيعي اللي بيخليه إنه كرر المخالفة مرة واثنين وهي المخالفة متوسطة الخطورة، إذن هذا مؤشر خطير يجب التعامل معه كوضع غير طبيعي، وحتتحول أيضا هذه المخالفة إلى الدرجة الثالثة. مخالفات الدرجة الثالثة اللي هي الخطيرة اللي هي 12 درجة لكل مخالفة، سينعقد انعقاد فوري للجنة التربوية عشان يتخذوا قرار، واستدعاء طبعا لولي الأمر وحسم الدرجة كاملة. طبعا هتقولوا ليش احنا دائما استدعاء لولي الأمر؟ أيوة لازم، لأنه احنا عندنا في القانون في حاجة اسمها إنه مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رقابته، حتى وإن كانت هذه المسؤولية تنتقل بمجرد يعني الطالب ما يطلع من بيته ويروح للمدرسة، أكيد هذه المسؤولية ستنتقل إلى المدرسة، يعني هم اللي حيتحملوا أي مسؤولية حال ورود أي مخالفات أو ارتكاب لأفعال ضارة خلال المدرسة حتنتقل إلهم، ولكن بالدرجة الأولى والأخيرة يجب أن يتم إبلاغ ولي الأمر. تمام. طيب حال التكرار الأول قلنا بيتم العرض على لجنة إدارة سلوك الطلبة لاتخاذ قرار الإيقاف، إيقاف الطالب عن الدراسة وتحويله للجهة المختصة يعني عشان تتحاول إنه تخضعه لبرنامج محدد وبيحسموا طبعا منه الدرجة بشكل كامل. وهكذا يتم التجديد حال التكرار الثاني والتكرار الثالث حتى تتشدد هذه الإجراءات. أما بخصوص
المخالفات الدرجة الرابعة اللي هي شديدة الخطورة، اللي هي 20 درجة عن كل مخالفة، حال ارتكابها سيتم استدعاء لولي الأمر، اتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفة بالاستعانة طبعا بالجهات المعنية، انعقاد لجنة إدارة السلوك لإصدار قرارها، إعلام إدارة الإرشاد الطلابي لإجراء اللازم، إيقاف الطالب لحين اكتمال التحقيق، تحميل الطالب وولي الأمر كافة المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن هذه المخالفة، أكيد المسؤولية أي أضرار نجمت عن ذلك سيتحملوها الأهل، تحويل الطالب لبرنامج التأهيل المعتمدة بقرار من وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية في المؤسسات المتخصصة، إيقاف قيد الطالب من المدارس والحرمان الكامل من الالتحاق بالمدارس والانتقال إلى التعليم المستمر والمنازل، الإيقاف التام عن الدراسة في حال استنفاذ كل وسائل العلاج. لكن طبعا هاي إحنا ما بيتم الوصول إلها إلا بعد ما يتم استنفاذ كافة الطرق إنه هذا الطالب نقدر إحنا نرجعه ونخرطه في المجتمع بشكل كامل، ولكن وجوده بالتالي حيؤثر على المحيطين فيه، حيضرهم، وبالتالي إذا استنفذوا فبيوقفوه إيقاف تام كامل عن الدراسة وتحويله لجهة مختصة من أجل تعديل السلوك وعلاجه. الفصل النهائي الكامل حال استنفاذ كافة وسائل العلاج. هذا بالنسبة للجزء الأول المتعلق بالتنظيم القانوني أو اللوائح التي وضعت من أجل تحديد أنواع السلوك وما هي المخالفات وكيفية تقسيمها إلى فئات. تعالوا نتطرق في الجزء الثاني إلى تعريف الطلاب في دولة الإمارات بماهية الحقوق الممنوحة إليهم وواجباتهم في البيئة التعليمية. طبعا أنا حينما أتكلم عن قواعد حاكمة نحن نتكلم عن طلاب، تمام؟ فبالتالي عندنا كثير في الدولة التشريعات والقوانين أيضا اللي بتحكم هذه المخالفات. في عندنا قانون حقوق الطفل وديمة، في عندنا قانون البعثات والمساعدات الدراسية، في عندنا قانون الأحداث الجانحين والمشردين لمن هم تحت 18 وارتكب أي عمل من الأعمال اللي نص عليه قانون الأحداث أو المشردين، أو وجد في حالة من حالات التشرد فبالتالي هنطبق عليه قانون الأحداث. وعندنا أيضا قرارات مجلس الوزراء، قرارات وزارية من أهمها اللي إحنا توي عالجنا فيه اللي هي سلوك الطلبة اللي هو رقم 851 لسنة 2018، وعندنا أيضا مبادرة إدارة السلوك عن بعد اللي هو بسبب جائحة كورونا، فأكيد الدولة دائما سباقة لإصدار اللوائح المنظمة لآلية التعامل مع الطلاب عن بعد وما هي اللوائح التي تحكمهم. طبعا بالإضافة بدنا ننتبه أيضا أنه بجانب كل هذه القوانين يوجد لكل مدرسة لائحة، هذه اللائحة كل مؤسسة تعليمية بتحكم سلوكيات الطلاب داخل هذه المدرسة. إذن القوانين وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية من أحكام تنظم حقوق والتزامات الطلاب داخل البيئة المدرسية، هذا يمثل فقط الحد الأدنى الواجب على المؤسسات التعليمية الالتزام به في اللوائح الداخلية، تمام؟ تعالوا نتعرف على هذه الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق الطالب في البيئة المدرسية. أهم طبعاً هذه الحقوق حق الطالب في بيئة تعليمية آمنة، صحية، سليمة، المعاملة الحسنة. طبعاً الطلاب داخل دولة الإمارات لهم كل الحقوق يعني التي تميزهم في داخل الدولة، لهم المعاملة الطيبة من كافة العاملين في المؤسسات التعليمية، لا يوجد تفريق ما بين طالب وآخر، يجب المساواة في التعامل، لا تفرق بينهم نهائيا. حقه من حق الطالب إنه يتلقى التوجيه الإرشادي الأكاديمي، طبعاً لازم يكون الكواليتي التمتع بجودة عالية معتمدة، يجب أن تكون المناهج والمواد العلمية اللي يحصل عليها الطالب ذات جودة عالية،
حق الطالب أيضا في المشاركة في العملية التعليمية، يحق أنه يطالب يشارك رأيه مقترحاته، لو عنده أي مقترح يساهم فيه. يجب على القائمين أنه دائما يستمعوا، مش أنه يهمشوا رأيه، لا، من الممكن يكون هذا الطالب جاء بمقترح، هذا المقترح سيرتقي بالمؤسسة التعليمية. حق الطالب أيضا أنه يشارك في الأنشطة، جميع الأنشطة في المدرسة من حقه، لا يعني مش من حق المدرسة إنه تروح دائما تميز طلاب عن طلاب، لا، يجب إشراك جميع الطلاب، ما في تفرقة ما بينهم. حق الطالب أيضا إنه يتم توفير المعلم المتميز الفعال، حيث يجب أن تحسن المؤسسات التعليمية، هذا عبء يقع على كاهلهم، وإحنا عارفين إنه دائما المؤسسات التعليمية ترتقي بإحضار صفوة المعلمين المتميزين، لأنه هذا أكيد بالتالي سيؤثر على يعني الإيفاليويشن، تقييم تبع هاي المدرسة في الدولة، وبالتالي التحاق أكبر عدد من الطلاب إذا ما كان الكادر اللي موجود هو كادر متميز. حق الطالب في التفرد الدراسي وحقوق الطلاب من ذوي الإعاقة، من أصحاب الهمم، في الاندماج الدراسي، بالعكس هدول إحنا نرى دائما في دولة الإمارات في كافة مناحي في كل الوزارات لهم كل الاهتمام، فما بالكم بالطالب الذي يحتاج إلى عناية أكبر من أصحاب الهمم. ما في ما يعني بنحاول دائما إنه نشركه حتى بالأنشطة التي تتناسب مع الإعاقة لهذا الطالب. كمان إنه في طلاب بيعانوا من ظروف نفسية، من مشكلات، يجب من حق هذا الطالب على جميع من يعمل في هذا في المجتمع التعليمي إنه يهتموا فيه، لأنه عنده ظروف نفسية معينة، عنده ظروف محيطة فيه، وبالتالي يجب أن نولي الأهمية الكبرى. حق الطالب أيضا في احترام شخصه، في احترام مشاعره، في احترام كيانه المادي، كيانه المعنوي. يجب على جميع العاملين في المجتمع المدرسي تجنب كافة أساليب العنف المادي والمعنوي عند التعامل مع الطلاب. محاولة يعني أحيانا من الممكن إحنا بيتساءل مدرس معلم إنه أنا بعرف الطالب هذا جدا مهذب، جدا محترم، جدا مؤدب، لا أعلم ما الذي جعله إنه يرتكب هذه المخالفة. أكيد لازم نرجع نحقق في الموضوع، أكيد في ظرف معين هو اللي دفعه إنه يخرج عن الإطار، بالتالي لازم نحتوي الموقف، لازم نحاول نحط إيدنا على الأسباب التي دفعت هؤلاء الطلاب إلى ارتكاب هذه الأخطاء، إلى التقصير في دروسهم والاعتماد على أساليب أخرى من أجل تشجيع هؤلاء الطلاب والإقبال على التعليم. أما بالنسبة للواجبات التي تقع على عاتق الطلاب، الالتزامات، هذه الالتزامات التي تجرنا بالطبع إنه أي التزام من هذه الالتزامات لم يلتزم به الطالب سيعرض نفسه للمسؤولية. نحن نعلم تماما بأن قانون المعاملات المدنية الإماراتي في نص المادة 282 سأل حتى عديم التمييز، سأل حتى عديم التمييز، كل فعل إضرار يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر. وبالتالي هذا يقودنا إنه في باقي التشريعات في الدول الأخرى لا يعني ما تعفيهم اللي هم يعني لم يبلغوا سن الرشد بتعفيهم من المسؤولية، لكن في دولة الإمارات لا، المسؤولية تقام من خلال مسؤولية أهليهم، من خلال مسؤولية المدرسة، أين أنتم حينما ارتكب الطالب هذه المخالفة، وبالتالي المسؤولية يعني لحقاهم زي ما احنا بنقول تحت سن عديمي التمييز، سواء كان قاصر، سواء كان مجنون، سواء كان معتوه، أيضا سيتعرض للمسؤولية. تعالوا نتعرف على هاي الالتزامات اللي من شأن ارتكاب أي يعني التجاوز عنها سيعرضوا للمسؤولية. التزام الطالب بالانضباط الذاتي، حيث من الضروري أن يلتزم الطلاب جميعهم بمواعيد المدرسة، الابتعاد عن الغياب المتكرر دون أعذار، التزام الطالب بمسؤولية التعلم وتنفيذ واحترام سلوكيات التعلم، الالتزام بالسلوك الإيجابي اللي هو الحد الأدنى، لا إحنا عايزين طلابنا كلهم يكونوا أصحاب سلوك متميز، مش بس إيجابي اللي هو الحد الأدنى، لا إحنا عايزين الحد الأعلى.
كيف؟ الالتزام بقواعد وآداب التعلم، الالتزام بالمواقف الإيجابية تجاه معلمه، الالتزام بالمحافظة على نظافة ومقومات المؤسسة التعليمية، سلامته، صحته، الالتزام بالسلوك الإيجابي، يحترم البيئة الطبيعية في المدرسة، يتجنب ارتكاب أو إلحاق أي أذى، ترشيد استهلاك المياه الكهرباء، الالتزام بكافة القوانين واللوائح التي يتم إعلامه بها من قبل إدارة المدرسة بشكل متجدد، المشاركة بفعالية بهذا الالتزام يقع عليه بالحياة المدرسية عشان يقدر يثبت ذاته، عشان يطور قدرته، عشان يطور مواهبه الذهنية، يطور الملكة العقلية، الملكة العلمية اللي عنده. ترتيبا على ذلك يجب على الطالب الامتناع عن التنمر، هذا التنمر الذي نشاهده للأسف في يعني في المجتمع بشكل دائم، وبالتالي سنتطرق إليه الآن. وبالتالي يعد حظر التنمر من أهم الالتزامات الطالب داخل البيئة المدرسية، وبالتالي يعني نفرد له بعض السلايدات للتحدث عنه. طبعا احنا قلنا انه الالتزام مش بس بالسلوك الايجابي، ايضا نحن نسعى دائما الى انه يكونوا طلابنا في المجتمع التعليمي في البيئه التعليميه يعني يسعوا الى انهم يحققوا معايير الوصول للسلوك المتميز. التنمر، ما المقصود بالتنمر؟ طبعا التنمر عاده عامه يعني حسب فكرتنا عنه شكل من أشكال العنف والإيذاء والإساءة التي تكون موجهة من فرد أو مجموعة من الأفراد، حيث يكون الفرد المهاجم أقوى من الأفراد الآخرين، ويكون التنمر عن طريق إما التحرش أو الاعتداء اللفظي أو الاعتداء البدني وغيرها من الأساليب العنيفة. طبعا الأشخاص المتنمرين دائما بيكون أسلوبهم وطريقتهم سياسة الترهيب والتخويف والتهديد، بالإضافة إلى الاستهزاء، التقليل من شأن الشخص. لماذا أفردنا ذلك؟ لأنه إحنا دائما بنجد إنه الطلاب يعني المخالفات اللي بتصير منهم بين قوسين تنمر، بيعلق صاحبه ضعيف، بيعلق عليه، بيعلق على لبسه، بيعلق على طريقته في الكلام، بيعلق على مشيته، بيعرفش انه او بيغلط عليه بلفظ يعني بذيء، بيعرفش انه هذا يطلق عليه تنمر، هذا يعتبر من اشد يعني اشد المخالفات اللي من الممكن ان ترتكب من قبل الطالب، ويعرض نفسه للمسؤوليه، يعرض نفسه لاتخاذ اشد العقوبات بحقه، يعرض اهله للمسؤوليه، يعرض نفسه للعقوبه الجزائيه، يعرض نفسه للمسؤوليه المدنيه من خلال التعويض اللي حيلزم اهله بدفعه، لأنه نحن نعلم بأن التعويض وجد لجبر الضرر، وبالتالي كيف لي أن أجبر ضرر معنوي أصاب أي شخص من جراء تلفظي بلفظ غلط معين؟ أنت لا تعلم بأنه لجبر هذا الضرر المعنوي الذي يصيب أحد، بالتالي حيقدر بين قوسين بفلوس، بتعويض مبالغ كبيرة. ونحن نشاهد الآن فعلياً في الواقع العملي الكثير من القضايا التي تثار أمام المحاكم، قضايا تعويض جراء كلمة أو غلطة على الواتساب أو في مسج أو في رسالة، ومن الممكن أنه واحد يجر الثاني أنه يغلط عليه علشان يروح يرفع عليه دعوة تعويض بعد ما يكسبها جزائياً. وبالتالي إحنا لازم طلابنا يوعوا إنه هم من الممكن إنه يورطوا أهاليهم عن طريق التحرش، الاعتداء اللفظي من قبلهم، البدني. طيب أساليب هذه التنمر هل لها يعني صور معينة؟ أولاً التنمر اللفظي، ويشمل الإغاظة، يغايظوا، السخرية، الاستفزاز، التعليقات غير اللائقة، طالب جاوب إجابة خاطئة وبالتالي يروح الطلاب أو طالب يضحك عليه، مش عارف إنه هذا يعد تنمر. أيضا التنمر الجسدي، ويشمل الضرب، العنف، الصفع، الطعن وغيرها من الإيذاء البدني. الأسلوب الثالث اللي هو التنمر العاطفي، وهذا اللي كتير أولادنا وطلابنا للأسف
بيلجأوا له وهم مش عارفين انه يندرج تحت نوع التنمر العاطفي، انهم يحرجوه، ينشروا شائعة حول هذا الطالب، وبالتالي هذا من الممكن ان يعرضه للمسؤولية. كيف من الممكن يقع هذا التنمر؟ عن طريق اما تنمر مباشر اللي هو ضرب ودفع، شد شعر، عض، خدش وغيرها من الافعال المؤذية، او بشكل غير مباشر تهديد الشخص بالعزل الاجتماعي عن طريق نشر الشائعات، وبالتالي يخاف ويعزل نفسه، وبالتالي احنا هذا الشخص الذي تعرض للتنمر احنا دمرناه نفسيا واحنا مش عارفين، لانه الكل رفض انه يختلط معه نتيجه الشائعه اللي نشرها هذا الشخص المتنمر. نقده من حيث الملبس، العرق، اللون، الدين، كلها هذه تندرج تحت التنمر غير المباشر. أسباب التنمر: من الممكن الشخص أنه يعيش ظروف أسرية مادية اجتماعية معينة، يتأثر بالإعلام، من الممكن مشاهدة فيلم معين، مشاهدة يعني يوتيوب، ما احنا عارفين أنه الإدمان الآن على المواقع التواصل هاي كلها، يعني يعاني من مرض عضوي، نقص مثلا في شكله الخارجي، عنده بعض الأمور من الممكن تخليه يتعرض للتنمر، من الممكن يكون واحدة منهم، من الممكن يكون اجتماع كامل في كافة هذه الظروف، تؤدي طبعا إلى أنه في النهاية حيعاني من اضطرابات شخصية، نقص في تقدير الذات، الإدمان على السلوكيات العدوانية، الاكتئاب، الأمراض النفسية، وطبعا هاي شغلات جدا خطيرة. ينسحب هذا الفرد من الأنشطة الاجتماعية الحاصلة في العيلة، في المدرسة، حيصير إنسان صامت منعزل، وللعلم هذا الشخص من الممكن أن يصل لمرحلة الانتحار. فيعني لا، ما تستهينوا بالتنمر وما يؤدي إلى أمور قد تنقلب بشكل عكسي على هذا الشخص. قد يعني ضحايا الانتحار كتير سوابق قضائية على مستوى العالم كانت بسبب التنمر. من آثار التنمر أيضا قلة النوم أو النوم بكثرة، أنه عايز يهرب، عايز ينعزل، فبياخد النوم وسيلة للهروب، صداع، آلام في المعدة، حالات من الخوف والذعر. فبدنا نعرف أنه هاي الأمور تنشأ عنها المسؤولية. نحن نعلم بأننا من ناحية قانونية حينما نتكلم نقول أنت مساءل، إذن أنت تضمن مباشرة، تتعرض أولاً أنه أنت ارتكبت جريمة جزائية، وبالتالي هنلحقها بدعوى مدنية، بالتالي هتخضع للمسؤولية القانونية الجزائية، وحتورط أهلك، وأيضا المسؤولية القانونية المدنية. فبالتالي لماذا؟ إذا ما التزمنا بالالتزامات التي تقع عليك وشفت معايير السلوك الإيجابي ومعايير السلوك المتميز، لن نصل أبدا لهذا الطريق. شكرا لكم، نتمنى أن يعني تكونوا استفدتوا. أي سؤال، أي استفسار، إحنا جاهزين. أستاذ عمر، طيب الآن نسمح للحاضرين إنه يسألوا الأسئلة اللي بدهم إياها، تمام؟ فإذا حدا عنده أي سؤال نسمح له إنه يتكلم، فتفضلوا إذا حدا بده يسأل أي سؤال. معلش، على الشات في أي أسئلة؟ لا والله دكتور، لا. إذا بدك بنعطيهم 5 دقائق كمان. أوكي إن شاء الله.
طيب دكتورة، يبدو أنه ما في أي أسئلة، ف حابة تنهي المحاضرة وسكر لك إياها. تمام، إذا ما في أي استفسار. تمام، كنا نتمنى إنه يعني يكون في تفاعل، يعني الموضوع جدا مهم في اللوائح في القوانين بالنسبة للطلاب، ولكن يبدو الطلاب عندهم حصص أو في محاضرات أو إشي. يبدو ذلك دكتورة. طيب، خير إن شاء سعدنا الله. بلقائكم، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله مع مزيد من الورشات لاحقا بإذن الله رب العالمين. شكرا دكتورة، شكرا. يعطيك ألف عافية، يعطيك ألف السلام عافية. عليكم. السلام مع عليكم. السلامة، مع السلامة، بأمان الله، مع السلامة.